صحيح. نعم. طيب كنا بنتكلم عن الكبر، وحضرتك قلت أول صفة للمتكبر، وإحنا بنشوفها أحيانا في بعض الناس، الشخص اللي يتكبر على حد ممكن يكون بيساعده في الشغل، يكون معاه في شغله، ويبقى شايف نفسه إن هو يعني ما حصلش. مظبوط. هم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الصلاة صفات والسلام. المتكبر، والقرآن ذكر لنا صفات المتكبر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وإن تطلع من بيتك أنت شايف نفسك على الناس. أمال العكس إيه؟ يعني من علامات التواضع إن أنا أخرج من بيتي ولا ألقى أحدا إلا وأرى أن له فضلا علي. يعني أنا طالع من بيتي إزاي؟ أنا مجرد ما خرجت من باب الشقة، ربنا مخلي حد من أسيادنا الفقراء بيجهز لي سيارتي، له فضل علي. طبعا أنا قاعد فوق بفطر وبشرب قهوتي وهو بيجهز سيارتي. ركبت معاك حد من أسيادنا اللي بيسوق لك العربية، له فضل عليك. أنت قاعد ترى شغلك مرتاح. أو تذكر ربنا أو تقرأ قرآن وتقول أذكارك وتدعي ربنا، مش مشغول بالطريق ولا متعصب وانت سايق، وهو اللي سايق يبقى له فضل عليا. جت الإشارة، العسكري اللي واقف في المرور سواء كان من أسيادنا عسكري أو من أسيادنا ضابط ولا أيا كان، له فضل علي طبعا لأنه بيشاور لي أقف، لأنه خايف عليا، مو هذا التنظيم عشاني أنا، له فضل عليا. لما وصلت مكتبي اللي ماسك المكتب عندي ومجهزه ده له فضل عليا. ده هو ده التواضع يا فندم، هو ده أحسن تعريف للتواضع، إنني لا أخرج من بيتي ولا ألقى أحدا إلا رأيت أن له فضلا علي بعد الله عز وجل. هو ده التواضع. إنما أنا طالع وشايف نفسي على كل الناس، ده قمة الكبر. صحيح. وخلي بال حضرتك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر أبدا. دور يبقى بقى جوه قلبك وشوف ايه بالظبط. صلى الله عليه وسلم قال: كل سهل هين. شوف حلوة ازاي، سهل. ايه يعني؟